صافي خلي خلي شوف الفرحه الفرحه اليوم كيعطيو واحد الكره جميله وحتى اليوم لقينا واحد بطبيعه الحال ملي كتسجل كيجيك واحد الضغط ديال الخصم. فريق طاس فريق حتى هو اللي قوي وعنده لعابه اللي عندهم خبره كبيره في لا في الهوات لا في الدوزيام ديفيزيون، والحمد لله كيف شفتوا كانت مباراه جميله الحمد لله. الجمهور ان شاء الله ملي العام الجاي ان شاء الله ملي يكون الملعب راه غادي تشوفوا كما كيقولوا المركب كيدور، وما كرهناش انه يكون الملعب ونكونوا حتى حنا ديك الساعه مشينا للدوزيام ديفيزيون رجعنا للمكانه ديالنا ان شاء الله. كلمه لهاد اللاعبين والكلمه ديالي هو انهم يخليوا رجليهم على الارض لان باقي ما درنا والو. هادي يلاه لا سانكيام جورني يلاه دوزنا كما كيقولوا لو انتيير ديال البالي البرومي بالي ديال لي ماتش الي. الى بقينا غادا بهاد لاكادونس ديال ناخذوا 12 نقطه من خمسه دون سو كا نقدر نقول لك بانه راه كنمشيو في باركور ديال الفريق ديال لا مونتي، مي خاص الدراري انهم يبقاو غاديين على هاد لا لونسي ويسمعوا العزيز اللي عنده واحد الخبره في هاد في التطير ديال هاد الوليدات الشبان، وان شاء الله ان شاء الله مازال تشوفوا من هنا لقدام الوليدات اخرى اللي غادي تعطاهم فرصه ان شاء الله ويكون خير. شكرا. الجماهير تماما الجماهير والجماهير ديال رشاد البرنوسي كنقول لهم خاصكم تعاونوا هاد الوليدات اوموا الا ما كاينش لونطري في هاد الملعب اللي هنا ديال سيدي مومن كنطلبوا منهم انه يتبعونا شويه لانه بحال دابا الماتش الجاي ان شاء الله غادي نلعبوه في الرباط عقريبه ما كنكرهوش انه كي كنشوفوا دوك لي زيكيب اللي عندهم جمهور كيمشي عنده 400 500 كيلومتر حنا راه ما كاملاش دابا 70 كيلومتر ما عندهم حتى شي عذر باش يتبعوا الفريق ديالهم
وان شاء الله باش يقول الكلمه ديالو هذا العام ونرجعوا للمكانه ديالنا ان شاء الله. تبارك الله عليك. شكرا سي هشام. التوفيق ان شاء الله. كيف سمعي متابعي قناه التلفزيون كانت الانتصار اللي كان مستحق للفريق الرسل البرنوسي باربعه اهداف مقابل اثنين لفريق الاتحاد الادبي. الى هنا متابعي قناه التلفزيون نشكركم والى اللقاء في بث مباشر اخر. الى اللقاء.